اليوم راح احكي لكم عن العضلات المثبته او الستابلايزر ماسل، شو هي وشو وظيفتها بالجسم وكيف راح نقويها. العضلات المثبته هي عضلات صغيره موجوده بالجسم، وظيفتها انه بتثبت المفاصل عنا بس نقوم باي حركه او تمرين. اذا هاي العضلات كانت ضعيفه راح يصير على الجسم صعب يقوم حركته بشكل صحيح، وهالشي مع الوقت راح يؤدي انه يصير معنا اصابات. اول عضله من العضلات المثبته هي الترانسفيرسال ماسلز. هاي العضلة جزء من عضلات المعدة، هي مسؤولة عن تثبيت العمود الفقري عندنا، وإذا كانت هالعضلة قوية رح تخلينا نتفادى أي إصابة بالعمود الفقري. وهلا رح نقوي هالعضلات من خلال هالتمارين. تاني عضلة عندنا هي الجلوتس ميديوس. هاي العضلة مسؤولة عن تثبيت الركب، وإذا كانت هالعضلة ضعيفة عندنا هالشي بخلينا أثناء تنفيذ التمرين ركب ما تكون ثابتة، وهالشي ممكن يؤدي لإصابة. ومنقدر نقوي هالعضلة خلال هالتمارين. الشخص الرياضي بيعرف قديه هو معرض للإصابات بالكتف، عشان هيك مهم نقوي عضلة روتيت الكف اللي هي مسؤولة عن تثبيت المفاصل الكتاف، وإذا كانت هالعضلة قوية هالشي رح تحمينا من أي إصابات بالعضلات الكتاف. ورح نقوي هاي العضلات من خلال التمارين الجاية. كلنا بنعرف قد ايه صعب على الشخص الرياضي انه يصير معه اصابه تمنعه من نكمل نشاطه المدني، عشان هيك مهم ما تهمل العضلات اللي حكيت عنها لحتى تقدروا تكملوا تمرينكم بكل امان ودون اي اصابات.